السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إخوان، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. مرحبا بكم في هذا الفيديو الإخوان، في هذه الحلقة اللي غادي نهضر لكم على ريغولاتور دالتيرناتور إخوان، اللي هو على الشكل هذا اللي كتشوفوا ريغولاتور ديال الالتيرناتور. دابا في هذه الحلقة نشرح لكم شنو هو الدور ديالو. في هذا الموديل هكا كيكون هكا كبير شوية، وكاين هذا الموديل صغار. كل سيارة وكيكون فيها الشكل ديالها، كيكون فيه هاد لي شاربون هادو، هاد الشاربونات هادو. دابا نقول لكم من بعد شنو هو الدور ديالو. بالنسبه للامبيراج اللي كيكون فيه، كاين فيها الاخوان 12 فولت وكاين 24 فولت. 12 فولت بالنسبه للسيارات الصغار، سيارات سياحيه، وال24 فولت كيكون بالنسبه للشاحنات والحافلات اللي كيخدموا بدو باتري، يعني 24 فولت. فالاخوان كما كتعرفوا السياره كتنوض الصباح مثلا كديماري الطوموبيل ديالك، لا باتري شنو هو الدور ديالها؟ لا باتري كتسمى اون باتري دو ديماراج، يعني كتساعدنا فقط في الديماراج الاول. الباتري عندها دور واحد هو كديماري لنا السياره. تباقي يعني بزاف ديال الناس عندهم هاد الفكره غلطه، راه كنقولها بعد خطرات في شي فيديوهات اللي عندهم علاقه مع لا باتري. بعض الناس عندهم فكره غلطه، كيسحب ليه الطوموبيل كتمشى في الطريق كامله بلا باتري. هذا خطا الاخوان، السياره كتمشى بالالتيرناتور. الالتيرناتور واحد البياسه كبيره كتكون لتحت، كتكون فيها الكروة، كتسمى الكروة ديال الالتيرناتور، كتكون شادة فيها. فما حد الموتور كيدور، ما حد الالتيرناتور فيها واحد كدير لنا واحد الشون مانيتيك، واحد الطاقة كتخرج منها باش كتخلي الموتور يتمشى. يعني هذاك الراديو اللي كتشعل الطاقة ديالو واخدة من الالتيرناتور ماشي من لاباتري. عليها مثلا ملي شي حد في الصباح مثلا كيبغي ديماري كتخوى ليه لاباتري، كيسولوا الناس اولا كيسولوا التريسيان، ياك ما خليتي الراديو مشعول بالليل، اولا ياك ما خليتي شي بوله اللي ربما خوات لك لاباتري. ف يعني اي حاجه عندها الضوء في السياره كتاخذ الطاقه ديالها من الالتيرناتور ماشي من لاباتري اخوان. كما قلت لكم لاباتري الدور ديالها هو الديماراج فقط. فهاد القطعه الاخوان، هذه هاد الريغولاتور جايه من لو فيرب ريغولي، يعني بحال قلتي كتقاد لينا، كتقاد لنا لا طونسيون. هذه كتكون فوق الالتيرناتور. شنو هو الدور ديالها؟ دابا الالتيرناتور كيعطينا واحد الفولتاج، واحد الطاقه باش كيشارجي لنا لا باتري. ما حد الطوموبيل غادا ولا باتري كيمشي لها واحد الكورون، واحد التيار كيدوز لها، واحد التيار ديال الكهرباء كيدوز لها. هذه الدور ديالها هو بحال قلتي، الا جيت نهضر لكم شويه باش تفهموني، بحال قلتي ترانسفورماتور. هذا ترونسفور يعني مثلا، اولا شارجور ديال 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 التليفون. شارجور التليفون هذاك البريز اللي في الدار شحال فيه؟ فيه 220 فولت، ولكن التليفون كيمشي ليه ربما 3 فولت، لا باتري 3 حتى كينقل حتى ل 5، المهم كتمشي ليه 5. شنو شكون اللي كيحول هذيك ال 220 كيردها ل 5؟ هو الشارجور. فهذه كدير لنا نفس الدور الاخوان. هذه الا كانت واحد الطاقه كبيره خارجه من الالتيرناتور، هذه كتصيفط لنا لا باتري غير 12 فولت، 12 فولت حتى ل 14، من 11 حتى ل 14. والدور الثاني ديالها الاخوان، علاش كما قلت لكم كتمنع سميتو باش لاباتري ما كت الله يحفظ ما كتفرقعش، ما كيدوش لها واحد الطاقه كبيره اللي كتخسر لاباتري. والدور الثاني ديالها هو لاباتري مثلا ملي كتهبط قل من 12 فولت، هاد لي شاربون هادو كتولي هادي بحال كتشارجي لنا الباتري، كدير واحد لو شون مانيتيك. مثلا كان عندنا مشكل في الالتيرناتور، كتولي هذه كتشارجي لنا، كتعاون الالتيرناتور باش كتشارجي لنا لا باتري، كدير واحد الشون مانيتيك، واحد الطاقه وكتعاوننا باش كتشارجي لنا لا باتري. فالنصيحه الاخوان بالنسبه للناس اللي كتكون عندهم مشكل في الباتري، كينوض الصباح مثلا كيلقى الباتري خاويه، بعد الخطرات كيمشي كيتجه عند مالين بياس او لا غروند سيرفاس، كيمشي يشري باتري بلا ما يمشي عند التريسيان. هذا اكبر خطا. انا الناس اللي كيجيو عندي هنا المحل كيقول لي، كيجيني شان من الدار ديالو، خويا راه بغيت نديماري الصباح الطوموبيل ما لقيتش مشكل، ما كنبيع ليهش لاباتري نيشان، حيت الله من بعد كتقدر تلقى مشكل معاه. ما كيكونش المشكل من لاباتري، كيمشي كيقيس هذوك لي كوس في الاخر كيتراسيهم، كيوقعوا لنا حنا مشاكل مع الزبناء اللي غادي ياخذ هذاك الباتري، كيقول لك هذا ربما مستعمل. فبالنسبه انا ليا يعني ضروري كننصح الانسان يمشي لعند تريسيان وكيقلب ليه بلاباراي، كيشوف ليه شنو المشكل منين جاي، واش جاي المشكل من الالتيرناتور ما كتشارجيش، اولا الكروة كتكون مرخوفه، اولا كيكون المشكل في هذا حتى هذا كتعبر هذا الريغولاتور، كيقول لي راه عندك المشكل من الريغولاتور اولا من الالتيرناتور، هي اللي ما كتشارجيش الباتري. اما الباتري ما عندها حتى شي مشكل. الا كانت في هذه الحاله شنو كيدير التريسيان؟ كيشد هذاك الباتري الا كانت كتشارجا،
كيخليها عنده كيشارجيها بواحد البوست كتعاود تشارجا وديك الساعه كيرجع عنده كيصلح كيكون كيصلح المشكل بالطبع سواء هاد ريغولاتور سواء الالترناتور كيبدل فيه او سواء دوك لي شاربون الداخل كيكونوا متولي كيبدلهم وكيرجع هذيك الباتري ديالو. فنصيحه للناس اي واحد شعلات ليه بعدا اول حاجه هذيك البوله ديال الباتري شعلات ليه في الطابلو ما يقولش بان الباتري 100% راه هي المشكل. كيقدر المشكل يكون من الالترناتور من هذا الريغولاتور. فنصيحه الاخوان قبل ما تمشي تشري باتري سير عند تريسياني يقلب لك السياره ديالك. المهم الاخوان كان هذا الدور كان هذا الفيديو هضرت لكم على الدور ديال هذا الريغولاتور بالنسبه لي مارك. الاخوان بالنسبه لي مارك اللي كنصحكم اول ماركه هي هيكو، هذه مصنوعه في المانيا، هذه تقريبا انا اكثر من 13 عام وحنا كنخدموا بهذا المارك ما عندهاش روتور على بالنسبه للزبائن ديالنا وتا مالين البياس الاخرين راه كلهم كيشكروا هذه لامارك، هذه لامارك هيكو. وكاينه لامارك بوش، لامارك بوش حاولوا تشريوا لامارك اللي فيها مدينة جيرماني، هذه راه كتلقاو هنايا ها هي مدينة جيرماني، نتمنى تبان لكم هنايا في التليفون. المهم راه مكتوبه الاخوان هنا مدينة جيرماني في جوجل غادي تكتبوا هيكو راه غادي تبان لكم. وسميتو المهم النصيحه الاخيره اللي قلت لكم هو لا مارك هيكو ولا مارك بوش وكاينه ربما حتى في فاليو، حتى فاليو كيديروا لي ريغولاتور الاخوان. المهم كان هذا فيديو اليوم، اللي ما مشتركش الاخوان في القناه يشترك، واللي عجبو هذا الفيديو يبارطاجيه مع الاصدقاء ديالو وتبارك الله عليكم الاخوان.